سيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيسجل زياره وزير الدفاع والانتاج الحربي الى وزير الداخليه للتهنئه بعيد الشرطه وهنا ال 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 ده بيؤكد الروح لمصر كلها بتشتغل به وبعدين اللقاءات دي بتزعج الناس اللي هم خصوم لهذا الوطن انه الجيش والشرطه طول الوقت الحصن والعمود الفقري بتاع البلد ده شوف التقرير ونلتقي بعد الفصل استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ان معركه الاسماعيليه الخالده تجسد صفحه مضيئه من سجل الوطنيه والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وامان المواطنين في مواجهه عدو تسلح بعتاد وذخيره معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطه المتواصله في مواجهه الارهاب ومكافحه الجريمه بجميع اشكالها والتصدي لكل من يحاول المساس بامن الوطن واستقراره من جانبه اشاد السيد محمود توفيق وزير الداخليه بما تقدمه قواتنا المسلحه الباسله لتدعيم ركائز الامن والتنميه والاستقرار في كافه ربوع البلاد، مشيرا الى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطه واشقائهم في القوات المسلحه باعتبارهما جناح الامن للامه المصريه. مؤكدا ان التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين باحرف من نور تواصل الاجيال في مسيره البذل والعطاء. وفاءً لتطلعات الشعب المصري العظيم، وفداءً لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قاده القوات المسلحه وهيئه الشرطه